معانا على الهاتف من الامارات يا باشمهندس الاستاذ احمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس اداره نادي الشارقه لرياضات الدفاع عن النفس. استاذ احمد اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. في البدايه حاب اني امسي عليكم وعلى اخوان المستمعين والمشاهدين وعليكم انتم كقامه اعلاميه وكقامه رياضيه، وكل عام وانتم بخير ومبروك عليكم شهر رمضان المبارك. شكرا جزيلا استاذ احمد، ويا ريت تحطنا في الصوره حوالين ابعاد هذا الملتقى وايه الاهداف اللي بتتحقق من خلاله. الحمد لله رب العالمين. اليوم الملتقى الرمضاني اللي كان تحت شعار شباب طامح رياضه مستدامه، واليوم احنا في دوله الامارات ولله الحمد الامور اللي فيها الاستدامه هي الامور اللي هي تستمر في الحياه، وخاصه في المجال الرياضي. اليوم طلعنا بمخرجات جميله صراحه من خلال المتحدثين، احنا اليوم جمعنا مجموعه من الابطال ومن ذو خبره عاليه في رياضات الدفاع عن النفس، وخرجنا بمخرجات جميله، وخاصة يعني هي تشجيع الشباب على المشاركة في جميع الاحتفالات وجميع المناسبات الرياضية، ومن خلال تطوير مهاراتهم سواء الفنية أو الرياضية وتعزيز الروح الرياضية وبناء القيادة وتعزيز الصحة النفسية وتعزيز الوعي الثقافي اليوم، وهذا شيء مهم خاصة في المجتمع بشكل عام. أستاذ أحمد، ماذا مثل مشاركة كادر شاب بطل سابق مسؤول حالي على أعلى مستوى في النادي الأهلي في هذا الملتقى، وماذا قدم لهذا الملتقى؟ اليوم سعادة الدكتور كان موجود عندنا خاصة البارحة، هذا ترى على فكرة ترى هذا ابننا، على مواليد دولة الإمارات ومن إمارة الشارقة بعد، يعني الحمد لله الخبرة اللي كانت موجودة عنده والامور الفنيه والامور الاداريه يعني كانت جميله، وخاصه يوم الواحد يعني يتكلم عن خبره ويتكلم عن اشياء واقعيه صارت له من البدايه لين ما وصل ما شاء الله بطل وعضو في نادي مثل يعني نادي الاهلي العريق على مستوى العالم. كانت يعني تجربه جميله استفاد منها، انا اول شيء استفدت صراحه ومن غير أسرة النادي ولاعبين النادي والجمهور اللي كان موجود، وخاصة يعني هذا كان نقل من خلال الوسائل الإعلامية على مستوى دولة الإمارات. هل ممكن يا فندم أن يسفر هذا الملتقى وهذا التمثيل من النادي الأهلي إلى نوع من التعاون المستقبلي اللي نتطلع عليه جميعاً، وفي في شكل من الاشكال يعني يعود بالفائده على كل الاطراف؟ اول شيء نحن اهلاويه، وشيء ثاني يعني تعرف استاذي اليوم هذا التعاون الحمد لله قائم ولله الحمد. اليوم نحن لا نتكلم عن نادي ولا نتكلم عن دول ولله الحمد، بين الامارات وبين النصر ونحن بين اهلنا صراحه. نحن ان شاء الله احنا ناويين نحن نعمل حلقات مشتركه متبادله بين النادي الاهلي العريق وبين نادي الشارقه لرياضات الدفاع عن النفس، ونحن نتشرف صراحه. يعني اهلا بكم، ونتطلع الى مثل هذا التعاون اللي هو بيدعم العلاقات الحقيقه الشبابيه ممكن امتنا العربيه. الحمد لله. استاذ احمد احنا بنشكرك شكرا جزيلا على اولا تنظيم هذا الملتقى المهم، وعلى القاء الضوء على تجربه النادي الاهلي كنموذج مهم جدا في رياضات الدفاع عن النفس، وانه اللي بيمثل مجلس اداره النادي بطل عالم سابق في الكاراتيه. بنشكركم على هذا المؤتمر سواء في المضمون بتاعه او في حفاوه التقدير للنادي الاهلي. جزاكم الله خير، الشكر موصول لكم وللاخوه يعني الى اداره نادي الاهلي والكومنتو وإذا يعني للشعب الرياضي والجمهور الرياضي، وجزاكم الله خير، وهذا التعاون إن شاء الله سوف يكون مستمر بإذن الله. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.